السيد اللي قدامكم بغيت نقول ليه قدام المغاربه كلهم سير الله يرضى عليك ويرحم من ربك. ايوا كيفاش انت درتي شركه غير البارح وخديتي المارشي؟ الدري داز بحسن جدال والجوج الاخرين دازوا بالهليط الريه لشي واحد. الريه وصحاب العطريه يقولوا الخضره تنقص بالثمن. هذا السيد سميتو محمد باسو، ممثل كوميدي، ولد مدينه زاكوره، حاصل على الدكتوراه في اللغه الانجليزيه. هذا السيد دار داك الشيء اللي ما قدراش ديروا حتى شي قناه عموميه يصرف عليها من المال العام. هذا السيد كسر كاع القاعده ديال الكوميديا وديال التفاهه اللي كاينه في شهر رمضان، ودار لنا سلسله تحت عنوان سي الكالة، كتكلم على الفساد السياسي والإداري والانتخابي وعلى الزبونية والرشوة اللي متفشية في المجتمع. هذا السيد في قالب كوميدي وبإمكانيات بسيطة جدا استطاع أنه يكسر جميع القواعد ديال الكوميديا ويعطينا كوميديا حقيقية سوداء ولكنها تعري واقع المعيشي ديالنا في هذه البلاد السعيدة هذه، وتعري بزاف ديال الأعطاب ديال المجتمع، وهذا هو المطلوب من كل فنان وكل ممثل. لأنه إلا ما تكلمت أنا وتكلمت أنت من موقعك كفنان وكممثل، وأنت من موقعك كطبيب، وأنت من موقعك كمحامي، وأنت من موقعك كأستاذ، وأنت من موقعك كقاضي، وأنت من موقعك كمسؤول، راه هاد الأعطاب ديال المجتمع للأسف الشديد ما غاديش نعرفوها وما غاديش نعروها وما غاديش نداوها. أما إلا جينا كاملين نتغاضوا عن هاد الأعطاب هذه أو نقدموها للأسف الشديد كما نشوفوا اليوم تيا مجموعة من يعني القنوات ديالنا حموضة أيضا على حموضة في شهر رمضان، وللأسف كنقولها وكنأكدها على أن ما كنشوفوش بحال هذا السيد في التلفزيون أو في التلفزة العمومية بحال هذا وغيره موجودين في الساحة الفنية والإعلامية، ولكن كنلقاو على أنه نفس الوجوه هي اللي كتكرر كل سنة ونفس السيناريوهات ونفس القصص المملة التي تجعل للأسف الشديد مادة ديالها مثلا الأستاذ أو المعلم اللي بدل ما نكرموه وبدل ما نبينوه من الأعطاب اللي كيعانيها في المجال دياله والمشاكل والإكراهات اللي عانى على مدار سنوات طويلة وشهور طويلة وهو في إضرابات وفي غيرها، كنجو كنقزموه كنبينوه في واحد الصورة غير حقيقية للأسف. هذا ضحك كما كنقولوا بالحسانية، ضحكة فينا ما تضحك، إذا كان ضحكوا في القدوات راه كنهدموا المجتمع. اليوم تيا محتاجين الفن حقيقي، محتاجين النقد حقيقي، محتاجين الأمثال هذا الفنان هذا وغيره أيضا. وما فوتنيش الفرصة أيضا نشيد بواحد السلسلة دي كيقدمها واحد سميتو حتى هو طاليس، كيقدم سلسلة هادفة فيها رسائل مشفرة، فيها يعني إشارات قوية في هذا الشيء اللي بغينا. المجتمع اليوم ديالنا كيعاني مجموعة من الأعطاب، كيعاني مجموعة من المشاكل، فخاصنا نبينوها خصوصا في هذا الشهر المبارك الفضيل اللي كتكون فيه المشاهدة مرتفعة. ما خصناش نعطوا للناس تفاهة، خصنا نرقاو بالذوق ديال هذا الجيل هذا ونرقاو بالذوق ديال المجتمع. بارك علينا، لأنه عندما نتجه شرقا وعندما نتجه غربا إلى مصر ولا غيرها فراك نلقاو قضايا كبرى للمجتمع تناقش. فهل تستطيع التلفزة ديالنا أو الإعلام ديالنا اللي كتصرف عليه من المال العام ملايير ديال الدرائم يستطيع أن يتحدث عن الفساد السياسي اليوم الموجود، يتحدث عن مجموعة من القضايا الكبرى الاستراتيجية ديال الوطن ديالنا، يستطيع أن يشخص أعطاب المجتمع بكل تمفصلاته؟ للأسف الشديد ما كاينش هذا الشيء. ضحك على الذقون، استمرارية في التبليد وفي الضحك علينا، وتبقى حليمة على عادتها القديمة إلى إشعار آخر. ولكن بحال هذا السي باسو وبحال غيره هما اللي كيطمئنونا وكيبينونا على أن المغرب العميق ينتج، المغرب العميق ينتج ثقافة، ينتج فن، وكيبيننا على أن الفنان عندما يمتلك حس إبداعي وعندما يمتلك الوعي الثقافي يستطيع أن يعطي أكثر مما هو موجود اليوم في الساحة. نحن محتاجين الأمثال هذا السيد هذا، محتاجين نشجعهم، ماشي نبقاو ندرقوهم ولا نقصوهم. وبارك من القصة، قصيتوا الكوادر في مجال الطبي، قصيتوها في مجال التعليم، قصيتوها في مجال السياسي، قصيتوها في مجموعة من المجالات، حتى في المجال الفني اللي كتنفس به الناس جايبيننا نفس الوجوه. فكنقول لكم بارك، تحياتي لكم والسلام عليكم.